رقم اتنين محتاجين نعمل بعض مش هقول انحراف، لكن بعض في اطار من المدونة المهم انها تكون مطلوبة في الوقت الحالي، محتاجين نعمل بعض التعديلات على مسارنا الاقتصادي. احنا الحقيقة يمكن ما تم من انفاق استثمارات كبيرة لغاية تجاوز 8 تريليون جنيه في الثمان اعوام الماضية على عدد كبير من قطاعات النشاط الاقتصادي. وعايز اكد على انه الدولة المصرية والقيادة السياسية لم تختار عدد من القطاعات وتترك القطاعات الاخرى، بمعنى انها الحقيقه اتحركت في كل القطاعات الاقتصاديه بالتوازي. في قطاعات عملت قفزات، قطاع الطاقه بشكل عام، البترول والغاز والنهارده اللي هي يمكن الاستاذ الرئيس كان بيتكلم على حقل ظهر، قطاع الكهرباء، قطاع الطرق، قطاع النقل، السكك الحديديه اللي هي كان مشكله بتواجه الشعب المصري على مدار تاريخه، بدينا نشوف تطور فيها مهم، قطاع البنيه الانشائيه والعقاريه، عندنا قطاعات كان الحركة فيها بطيئة نسبيا، قطاع الصناعة وقطاع الزراعة. طيب ده هياخدني قبل ما نكمل كلامنا إلى أنه بما أنه حصل قفزات في قطاعات اقتصادية كتير، ده أدى إلى أنه العالم أصبح ينظر للاقتصاد المصري كمان نظرة مختلفة. يعني عايز أخد رأيك في التعليقات بتاعة أكتر من مؤسسة دولية، خلونا بعد إذنكم نعرضها برضو معانا كده. بصوا يا جماعه، ده تقدر تقول عليه الاقتصاد المصري في السطور او راي المجتمع الدولي والمؤسسات الدوليه في الاقتصاد، وده هياخدنا على اذا كان الامر بهذه الجوده وبهذه الايجابيه، طب المؤتمر الاقتصادي ليه؟ وايه هي اذا كانت الامور كده يبقى ازاي في تحديات؟ انا ارجع مره تانية للدكتور هشام. لا، هو بالتاكيد بتواجهنا تحديات، بتواجه المجتمع الدولي ككل، لكن من الامور الطيبه انه تصنيفنا الائتماني يتم التثبيت فيه على تقريبا كافه
مؤشرات التصنيف مودز والسان بولز بي بي 2 بي بلس والاكثر اهميه انه النظره المستقبليه مستقر. احنا من اسبوعين تقريبا اتغير النظره المستقبليه للاقتصاد البريطاني بقت سلبيه. بريطاني. فالحقيقه مش بس احنا ده الحكومه نفسها بتعترف انه في تحديات بتواجهنا. ومحتاجين نرفع نسب الاكتفاء الذاتي في عدد من الحاجات الاستراتيجيه الاساسيه اللي احنا بنحتاجها. قطاع الزراعه وقطاع الصناعه تاني هرجع اكد على انه القطاعين دول محتاجين ان احنا ندفعهم قدما في اتجاه تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع في هذه القطاعات. لانه اذا كنا احنا عملنا 6.6% كمعدل للنمو الاقتصادي ده جه من قطاعات اقتصاديه حققت معدلات اعلى ومعدلات اقتصاديه حققت معدلات اقل. وبالتالي احنا محتاجين ان القطاعين اللي يرسخوا من فكره التنميه المستدامه قطاع الصناعه وقطاع الزراعه هم اللي يحققوا معدل نمو في هذه القطاعات يفوق ال 4% 5% علشان هو ده اللي يساهم معايا في انه يبقى معدل النمو الاقتصادي على المستوى الكلي نتكلم بقى ان شاء الله فوق ال 6.6%. لكن خليني اشير لمساله هام للغايه لفت الانتباه ليها السيد الرئيس اليوم اكد عليها ودوما بيتحدث عنها هي فكره الزياده السكانيه. وهو احنا عملنا مجهود كبير للغايه خلال السنوات الثمانيه الماضيه الا انه المواطن برضه ما زال بتواجهه صعوبات بالغ. طيب ما هو ده امر منطقي وطبيعي لان احنا زياده سكانيه عندنا 2.5%. يعني ما حدش يتكلم عن تحسن في مستوى المعيشه طالما انه زياده سكانيه 2.5 ومعدل النمو مش قادرين ندفعه لفوق 7.5%. طول ما المسافه دي موجوده هيظل مستوى المعيشه لا يتحسن بالقدر الكافي. محتاجين حاجه من اثنين، يا زياده سكانيه تنخفض وده مش هيحصل في ظل الظروف اللي احنا بنشوفها، ممكن ننزل 2.1 2.2 لكن النمو الاقتصادي مش بس انه يزيد فوق 7% احنا مش بعيدين عن هذا الامر، لكن الامر الاكثر اهميه انه نستمر عليه فتره زمنيه طويله. اما وان الظروف الحقيقه اللي بتواجهنا خلال الاعوام الماضيه لا تمكننا من هذا، يعني احنا جايين من تداعيات سلبيه لجائحه كورونا استمرت لاكثر من عامين. ثم دخلنا في ازمه اقتصاديه ضربت العالم كله. فلما دخلنا في الاصلاح الهيكلي اللي هو قطاع الصناعه والزراعه وقطاع الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بدات تواجهنا الصعوبات ومش قادرين نرفع من درجه تنافسيه القطاعات الانتاجيه في ظل المشهد المرتبك على مستوى الدولي. فاحنا بنتحدث عن تحديات بتواجهنا، التحديات دي عامله علينا بعض الضغوط، تكلفه الاستيراد ارتفع بشده وخاصه في السلع الاساسيه والاستراتيجيه، بتكلم بقى على عناصر اساسيه، بتكلم على القمح، بتكلم على الذره، بتكلم على فول الصويا، بتكلم على سلع استراتيجيه، على الزيوت، دي حاجات اكل عيش المواطن. وبتكلم على مستلزمات انتاج في قطاعات الصناعه كمان تكلفه استيرادها زادت في ظل ارتفاع اسعار الطاقه، في ظل انه المشكله اللي بتواجه سياسه الامداد على المستوى الدولي، في ظل ارتفاع تكلفه التمويل على المستوى الدولي، ارتفاع تكلفه التامين على المستوى الدولي في البضائع اللي بيتم نقلها، كل ده عامل ارتباك في المشهد. وفي ظل ندره في تحركات روسيا على المستوى الدولي فاحنا بتواجهنا ظروف صعبه للغايه. اخذا في الاعتبار كمان ان احنا لما نيجي نبص على مصر الاكثر جاذبيه داخل القاره الافريقيه للاستثمار خلال السنوات الخمسه الماضيه، يعني يمكن الرقم اللي اشار ليه حجم الاستثمارات اللي اتت لمصر 8.9 تقريبا 9 مليار دولار، احنا تقريبا اكثر من 20% من حجم الاستثمارات اللي بتاتي للقاره الافريقيه كلها بتستحوذ عليها مصر، وبالتالي يبقى احنا ما زلنا بنصارع او بنجاهد في ظل مشهد اقتصادي مرتبك على المستوى الدولي.